اهلا بحضراتكم من جديد، وتغطيتنا مستمره على شاشه القناه الاولى لكوب 27 هنا في شرم الشيخ. والحقيقه ان مدينه شرم الشيخ بقت مدينه خضراء ضمن المبادره الرئاسيه اتحضر للاخضر، وده كان يعني مجهود كبير جدا عملوه هنا القائمين على المحافظه. ومن ضمن هذه المجهودات اللي حصلت الحديقه المركزيه اللي يعني معموله على مساحه كبيره جدا، وبقت متنفس جديد للناس هنا في شرم الشيخ، مساحات خضراء شاسعه، اشجار ونخيل مثمره، يعني بنتكلم كمان على ممرات للمشاة، مول تجاري، بنتكلم على أماكن تعمل بالطاقة الشمسية لشحن الدراجات، أشياء كثيرة هتشوفوها مع حضراتكم في الحديقة المركزية هنا في شرم الشيخ من خلال هذا التقرير. تنفس حيوي أخضر داخل مدينة شرم الشيخ، الحديقة المركزية اللي مقامة في منطقة المثلث الأخضر بحي النور على مساحة 130 ألف متر مربع. الحديقة هي فيها منطقة ترفيهية وثقافية وسياحية، وهي مقصد كبير هيبقى لجميع الزوار من مختلف الفئات والأعمار، ومقامة في إطار إعلان المدينة صديقة للبيئة خضراء. تعالوا نشوف تفاصيل الحديقة إيه. الحديقة المركزية احنا تقريبا بدأنا عمل فيها تقريبا بقالنا حوالي 4 شهور، كان من المفترض ان احنا ننفذ حوالي 8 شهور. تعليمات معالي الوزير والمحافظ ان احنا نختصر المدة على اقرب وقت ممكن بحيث ان احنا نلحق مؤتمر المناخ، وبالفعل ضغطنا نفسنا احنا والجهات اللي موجودة شغالة معانا. تقريبا احنا الموقع اللي احنا فيه دلوقتي حاليا احنا بنسميه المثلث الاخضر، او المحافظة بنسميه المثلث الاخضر. المثلث الاخضر ده بيضم مجلس المدينه، ده اكبر مبنى مدينه ذكي او اكبر مبنى ذكي او اول مبنى ذكي موجود في محافظه جنوب سيناء. معانا هنا مول تجاري، معانا هنا مجمع البنوك، معانا الحديقه دي بتضم 2 بحيره كبيره، معانا بتضم عدد 4 بلازات مشايات بطول 2.5 كيلومتر. الحديقه بتحتوي تقريبا على عدد كبير جدا من الاشجار. تعتبر الحديقة متنفس كبير جدا لأهالي المدينة أو الرواد أو الزوار اللي موجودين هنا في مدينة شرم الشيخ أو الأجانب. فيها عدد 4 باركنج موجودين في المدينة. المفترض إن احنا دلوقتي بنينا تقريبا مجمع بنوك، واكتمل بالفعل بنسبة 100% حسب توجيهات معالي الوزير. بقينا 2 مجمع بنوك وجه بهم السيد المحافظ لما لقينا الإقبال شديد على إن المجمعات البنوك الأهلية أو الحكومية قصدي أو القطاع الخاص مقبلين جدا في إن هم ياخدوا أماكن لحجم المكان. احنا بالنسبة للحديقة دلوقتي في الفينش، يعني احنا دلوقتي تقريبا بنفنش في الحديقة المركزية، خلاص البلازات تقريبا كلها خلصت، عندنا النافورة الأساسية اللي هي البحيرة الرئيسية خلصت، باقي عندنا بحيرة واحدة اللي هي قدام المول التجاري، وهي دي اللي باقية في الحديقة. وحضرتك زي ما انت شايف الأشجار كلها بدأت خلاص تشتغل، وخلاص في الفاينل في الفينش النهائي بإذن الله. معالي السيد المحافظ وجه بالمول التجاري الهدف منه برضه تشغيل المكان، والهدف منه ان هو يكون مورد رئيسي لدعم الحديقة والصيانة بعد كده للمتنفس او للشريان الحيوي اللي موجود في المكان ده بالنسبة للحديقة المركزية. عندنا مسرح كبير تقريبا حوالي 1000 متر ببلازات VIP ببحيرة كبيرة قدام المسرح بشكل كويس جدا يعني.